الأرض دي بقت أرض يعني يا أبو متولي؟ إيه اللي جابك فيه؟ ليه؟ أنا ويش ترجعها النصيب فيه واللي هو مش الواد بجد قال لك كده؟ أنت إيه يا أخي؟ الضاحي مالك تلبشت كده؟ طب فوت روح لحالك فوت. طب ما أنا كنت فايت لحالي. مش بعادة يعني تفوت من هنا. آه ضلت اختصر الطريق وفوت من حد الحلوفة. يعني ده ما حدش عاد يطيق يفوت من ناحية الحلوفة. أقول إيه بقى عمدة ظروف. هتخبي نفسك عن طريق الخايب ولا يمكن. ولا تكونش ناوي أتفكر تلقح روحك فيها السجية المهجورة دي. ليه يا أبوي عاد؟ واني نمرد على قد ربنا ولا ايه؟ لا ده كل اللي يجيبه ربنا مليح قوي، بس ما يخسرش الدنيا دي الا النمريد اللي فيها كبير. ايوه حتى الحلوفه دي اللي عامله كيف الدنيا طلع لها كده طلع لما كانت عالدور، كانت ساعات تقبل مية في العالي وساعات تانية تقبل في الواطي. طب ما تدورها فالح يمكن ميتك تطلع في العالي. لا ابوي سمعتهم عيقولوا انها ما عدورش الا ما يزفروها بدم بني ادم. اوه عتهددني يا ابو متولي ولا تكونش عتفكر؟ اطمن انت صح دمك يزفر البلد بزيها، لكن الحلوفة دي لازم دم بني ادم. ابديه طيب انا ما حدايش ارضى اتجارها لحالي يا ابو متولي. موجبان وتعملها وممكن ترجع في كلامك له. لا سلام عليك يا عم ابو متولي. سلام عليك اجل ابو العمده. سلام ورحمه الله وبركاته. اباي ايه اللي جاب الوديه من حيادي دلوقتي؟ فات في السوق ياك. ايوه ليه؟ لما الفروش كلاته يبقى الليلة قبل المغرب عيشيع نقلة بضاعة. وديني وديكي. ما ظنيش. ليه امال؟ ناعسة مزمزجة معاها بخصوص أرض أبو متولي. طب ما اديها لأجارة. بدون أوراق. صح. واللي خلاه بالأوراق وطلع ديب وتعبان كمان. يبقى ربنا عايستر على هيحصل ما بينه وما بين أبو متولي. المهم ما قدرتيش تعرفي مين اللي عيدنا بالفروج بدل ناعسة؟ كل اللي عرفته انه فات في السوق ومعاه شيخ الغفر وغفير كماني لم الفروش كلاته وفات. وما تحددش ويا حد واصي من الحريم اللي عيبيه الفروجات. السوق ما فيهش غير الست ناعسة هي اللي تاجرة الطيور، وان كانت حرمة ولا تنين كل واحدة عتجيب وزة ولا بطة ولا حتى جوز حمام ولا فروجة. مش برب دولك هم اللي؟ لا لا دولك حريم زي التومة الناشفة يا خوي مدهولين عروحهم. وما لم الفروج من السوق ليه؟ وهيعمل ايه؟ مش عتروح تنعس حدا؟ وبعرف ولا بفتحة في الشغلة اللي كان قالك عليها ودغرش. اهي دغرش تهدي هي اللي مخليها الفارع يلعب في عبي. وباي بشوف لك قطة دخلها في عبك ويا الفار بربطاك. لا إيه ولا كلت ولا شربت. حيلت عليها كتير ما رضيوش. ولسانة سنة امسطح أفوت أسحالك. فوت يا بنتي برب تقدر تقنعيها حتى تقولي فيها إيه ولا مالها. خليص يا عم أبو فلي بسك عشان خاطري، إن كنت غالية عندك زي شفيقة ما تزعلها. صدقيني يا جميلة يا بنتي أنا أمري كلاته ما زعلتها ولا عايز أزعلها. أباي ده أنا أفكر أشيع أجيب لها جلبية حرير من اللي هتحبها وأقول لك وليك أنت كماني. قلبي علبة جلبية حرير زي شفيقة؟ وليه لا يا بت؟ ما أنت زيك زيها تمام. وهي يعني كتمي وعند على قولك وماتك كماني هجيب لها جلبية حرير. قلبي لا يا عم ابو متولي امايتي لا. امايتك ست ادمه جميله وجميلها عليا كتير قوي. ولو يا عم ابو متولي
انت ما واخدش بالك ان الست نجيده قاعده ويانا اليومين دولك وما تعرفناش ماليه. والست نجيده كمان هجيب لها جلبيه حرير. قلبي بح يوجع قلبك يا مقصوفه الرقبه يا جميله. بعد الشر اللي عليها اليوم مال ما طبختش واكل ناكله. طب اسعليها في الاول بربا يكون وياها عذرها. عذر ايه وهي فايت ابوها جوه مستنظر اللي يوكلك ويشربك. طب ندمي عليها في الاول بربا يكون وكلتها وشربتها. وكلتها من وين وهي ما طبختش واصل. خلاص عنادم عليها انا. لا انا اللي عنادم عليها. يا جميله به يا جميله. كنت وين ومهمل الدنيا تضرب تقلب. قلبي عمالك يا امال. هم ابو متولي اصلك متولي. خبريك الدور مالك. الشفيقه ممزوقه يا امال. وانا قالوا لي اجهز الوكل للرجال اللي هيشتغلوا في ارض ابو متولي. ارضين ما الارض خدها العمده وفضناها. قلبي امال الوكل اللي جهزته وخدها متولي وياه ده ايه. ومهمل ابوك والدار من غير لقمه واحده. قلبي الوكل ما هو كثير اه يا ما. هو وين الوكل ده يا بنت؟ خاحة ده شفيقة في معون من حداها. ولما رجع عم ابو متولي حطت له على السفرة يا. والمي مليتيها ولا لا؟ حدنا أكر مي نشرب على الغد وبروح أملى في العصرية. طب فوتي. فات عليكي خد عاجلك منك ليها. مالكم شفيقة 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 ممزوقة من يوم ما وقعت في وسطينا. إنما واحدة منكم قالت أما طل عليه. واحدة ما تبقيش جاوب دي يا جميلة. خبرية جميلة مش هي اللي أبوها محرج عليها ويبقى لهاش خلطة بحد واصي. قلبي ومالكم طالعين فيها زي البسات اللي هيتعاركوا على سمكة. دبلنا تدعو ربنا يشفيها. ربنا يشفيها. ربنا ياخد بيدها ويعافيها عشان خاطر عم بتولي. ربنا يشفيها. خليص خليص عارفاكم وعارفه دعواتكم دي اللي من بره الخاش. دخلتي في قلوبنا ولا ايه يا جميلة؟ اللي قلب قلوبنا يا ربنا يا جميلة. خليص فضوها سير. ربا مين بتغنيها يا جميلة؟ خليني يا جميلة. خليني يا جميلة. بدك ليها فوت وراي. ولا اقول لكم نغنيها هني اصلح بس. تسلم لنا عنيك يا ست ناعسة اللي هتحافظ على الشفيقة وتراعيها لحد ما تعود دربوها. أمال هو احنا حدان أغلى منها؟ عيني علي أنا اللي ملقاش حد يدلعني. بقى وإيه ده؟ قولش راجلك زين وعمال يدلعك قدام الخلق كلها يوم السهران. يوم وراح الحالة. لو انت عايزاها كل يوم ولا ايه؟ سيرة هي ولا ايه؟ ربنا يزيد نعمها علينا. والنعم علينا انه زرع في قلوبنا الخير لبعضينا وصانا بيه. ونعمة بالله يا ابو متولي. عشان كده يعني عشمان تقبلي هدية شفيقة ليكي لما هتدلي معاها الصبح على المدرية انت والست نعسة والبت المقروضة جميلة دي. باه عن الدلة كلاتنا عالسوق في المديرية الصبح ان شاء الله.
وانا قلت اللي لادي مش الصبح يا شيخ الغفار. واذا جناب المامور شخصيا سأل عليه اقول له ايه عاد؟ قل له راجد ممزوج مات، اي حاجه تصدف نفوخك طلعها من خشمك، انما انا اللي لادي لازم اقابل الهانم وادعبس له حل. واجب صح يا جناب العمده الدعبس على حل. مين الجد بعينه؟ انت ويد انت عتفط الإيديه زي وزة الشيطان ليه؟ جيت أكمل كلامي معاك يا جناب العمدة بخصوصي الأرض اللي عرجعها المصير به، أما نبى نلاقيه نبى نتفاهم فيها المسألة دي. لا أنا جاي بخصوص أرض أبو متولي. بس أبو متولي ما قبلش إن الأرض ترجع له تاني. أنا جاي أقول لك رجعها له. وبعد ما رجعها له تبى أنت اللي تأجرها منه. يبقى ملكي وحقي وأجرها من غيري. بكام هتأجرها يا عمدة؟ تفكر أجرها بكام منها يا شيخ الغفار؟ أنا عم أسألك أنت يا جناب العمدة. خلاص خلاص خلاص، أجرها منها كلها على بعضيها كده بمئة جنيه. يعجبك كده؟ يعجبني مدام يعجبك وحكمت بيه يا عمدة. بسك لساي أقول لك إن أبو متولي ما يقبلش ياخد الأرض غدر كده. لكن قبل يأجرها منك يا عمدة. أكن عيادك مليح، يبقى لازما عليه يدفع لك 100 جنيه إيجارة سنوية، ولازما عليك الليلة تكتب له عقد الإيجارة. والهمة لأجرها بول. لا بسك حكمت بيه على روحك، واللي تحبه لنفسك تحبه لغيرك يا عمدة ولا ايه؟ صح انك ولدي جبل ملوع، خدتها من خاشمي حكم عشان تلزمني بيه. مش عم اقول لك يا عمدة اطلع الجبل معاي يومين تنين ما فيش غيرهم وانت تتعلم فيهم قد اللي فات من عمرك كلاته. لا لا مستكر يا اخوي مستكر، معايش ولا حتى عايز نصيب بيه. ها عرفت طريقه فين؟ طلع الجبل ياك؟ لا طلع المدرية حد الهانم اللي مشغلاكم يا عمدة، بحصله اصلح محتاج لك قوي. لا ما خلاص بقى، ما هو ما عادش محتاج لي بعد اللي عمله. يعني تفتكر انك انت دلوقتي هتبقى انت تحت ايده وسيطرته عليك؟ طبعا لا، انا مش هرجع هناك تاني. والسرايا بتاعتك اشتريها لو عايزاها، او خلي حد من اصحابك الخواجات يشتروها تنفعهم يقدروا ينفذ الشغل من هناك. من غيرك؟ ليه لا؟ ما انا عرضت عليهم رفضوا وقالوا لازم انت بالذات تفضل في مكانك. والعمدة اللي بقى غول بعد ما اصبح يملك الارض بتاعتي وارض ابو متولي فوقها وبين احنا الاثنين جنبه ولا حاجه. ومين قالك ان الوضع ده هيستمر؟ ما استمرش ليه؟ الراجل اشترى من البنك اللي رهن ارضنا عنده، لينا عنده ايه؟ أصدقائي الخواجات دول مصرين على وجودك هناك عشان مصالحهم هم أولا مش عشان خاطرك. حتى بعد العمدة ما شرى الأرض؟ أوه أنت رغاي ليه يا لطيف بقى؟ ما تفهم بقى. أفهم إيه بس بعد اللي حصل؟ العمدة جايلي للادي علشان عايز البهوية المدهول على عينه، وأنا هتصرف معاه زي ما أصدقائي دول عاوزين، بس أنت اطلع الدور التاني وشوفهم هم عاوزين منك إيه. لا لا بعد البروجرام احسن، انا متضايق ومفلس وما قداميش غير ان العب بارتيتا مع اي حد من اللي جايين. بارتيتك مين يا حبيبي؟ ما خلاص كلتها البورصه وكلهم اعتذروا طول النهار، قالوا اسفين. يوه ده نحس ايه ده بقى؟ ولا نحس ولا غيره، بس انت اطلع الدور التاني وانت هتتبسط قوي. هطلع اما اشوف اخرتها ايه. اخرتها زينه ومليحه ان شاء الله. دايم صح. هنيا يا عمدة. هنيا يا شيخ الغفر. وهنيا لا للعمدة أبو متولي. لا ليه مالي، انت ضيف مهما كان يا عمدة. هنيا يا سيدي ومطرح ما يسري أمري. مستكرين مقبولة منك، العشاء بيعمل أكتر من جديد. اتفضل امضي. امضي على ايه عاد؟ مش وفاك تتأجر الأرض؟ أيوه ادي عقد الإيجار. بس احنا لسه ما اتفقناش على الإيجار. كديه يا عمدة؟ 100 جنيه. ها كتير؟ ما
يعني تقولي 100 جنيه ليه؟ انت هتجر لي ارض بور ولا ايه عاد؟ لا لا، هي الارض اللي انت عارفها مليئة. يا يعني اول مرة تدق معاي دقة شهامة يا ويد يا عمدة. شبرك ومش عايز افسرها. ولو مش هقول لك عفارم عليك. ليه همار؟ عشان ما كنتاش احب تورطيني في اللي قال عليها عمك ابو متولي. ويعني انا اللي وزيته عشان يحلف يجيب لك ولا يجيب لي خلا نجيدة ولا ليا انا؟ قصري، اهي نوبة وراحت لحال، وانا ليا تصريف تاني في مناسبة تانية بعد كده. بس كنتي لازم تقولي الراجلي على الدور من اوله. وماله يصح برضك؟ قومي بينا دلوقتي نفوت عليه ونوافق تدل معانا الصبحيه. اطلع شفيق قبل ما تعود يا امي. فوت. غني له يا يمانه، غني له قلبي. هتعمل ايه يا شفيقه؟ وريني جميله. ايه في ايه؟ طلبتيني قلبي ليه امام؟ كلها الدم واخداش البالك اني داخله حداكي. ايه في ايه؟ هتفرج على الكسكرة اللي معاي، فيها ايه دي؟ ما فيها. ثم انا مش جايله لك 1000 نوبة قبلك دي اما تدخل الجاعة بتاعتي تكفل الباب وراكي ولا ايه؟ قلبي الباب ما هم غفلة جهه يا شفيق. سلامتك وسلامت الشوق. انت يا بيه مش كنت داخله تتجسع وتغني؟ صح. وكمان صح. بقى هو قال لي صوح؟ كل حاجه صوح. وايه اصله ده؟ من دون اصلها ولا فصل. مش ناويه تقومي تجهزي معاي العشاء؟ لا جهزيه انت. ليه همان؟ عشان يعجبها. بقى بقى وياكلك. بقى ويكون اسمه متولي. قلبي وجع قلبك. طب يلا في الزمال. فزيت. اما وريتك كيف اطلع عليك الصبحية في المدرية. وي 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 يا بيه يا بيه يا بيه يا بيه. قبل ما توقوقي استنظر ايدينش وما تستغربيش. امال ايه؟ شيع يا شيخ الغفر شيع. خش علي يا خوش. تعال يا عمد. خش يا ولدي. تعال يا ولدي العم تعال. خش خش على الست الهانم. خش قبل الايادي يا هلا. خش يا مامي يا مامي. ايه ده من هنا يا عمد؟ ايه ده؟ زي ما انت شايفه كده خروب بهوية. انما ايه؟ اطيع البهوية ولا هيفهوها بيها. ما عرفاش اسمه ايه ده؟ ده اسمه خروف بيه. جاز الست نعته هون يا مامي. حوشوا عني يا عمده يا مامي. طب يا خلاص 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 يا ستاني. ولو انها خفيف وظريف وفي الكباب بيبقى لطيف. ها بعد يا ولد العم بعد. خلاص يا ستاني خلاص. لا لا. ولا ليه؟ لا بلاش. خليني هنا لحد الحاجات دي ما تطلع من هنا. والحاجات دي تطلع من هنا ليه يا ست هانم؟ هو احنا لسه خلصنا. طب والباب؟ لسه في باب. ايه تاني يا عمده؟ مش قلت لك هديه 3 كرو جايين في موكب؟ انما ايه ماشيين من العصريه عشان ما نتقابل سوا سوا حداك هنا. ما كانوش لزوم يا عمده. ملاش لزوم كيف؟ تبي مستقلياهم على عموم التجاير ورا. شيع يا شيخ الغفر شيع. تمام يا عم. خش علي يا بنت جيل. خش خش يا بنت. خش يا بنت. خش يا اختي. خش قول يا اختي. خش يا اختي. يا حلو يا لهوي. انت يا عمده يا مامي زي ما جنابك شايف يا مدار. ما دام يهويني ليه؟ الدنيا هتدهول. طلعها برا. برا برا كيف يا مدام؟ ليه؟ حد يطرد ضيوفها؟ مش عايزاها. طلعها برا. واه بلدكم
يمشي الا هي دي اللي هيقولوا عليها الغيره. حتما انتوا التنين مدامات زي بعضيكم. اطلع برا انت وهي. هتطردين يا ست هاني من صرنتي؟ بو 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 بو، ما كنتش هتسمورها دي بعد الخدمات دي كلها. خدمات ايه دي اللي بتقول عليها؟ واه ليه؟ لا اوعتين كريم عشان تضيع البهوية من يدي. يا لهوي الحقني يا رفيق، الحقوني يا ناس، الحقوني. اهلا اهلا يا عمدة. عمدة بيه يا نصيف. نصيف بيه يا عمدة. ما خالص ما خالص. ايه يا عمدة انت بتخرف بتقول ايه؟ اخرف اخرف ليه امال؟ هدية تلاتة كر وما اخدش البهوية ياك. وما انتش واخدها عمرك. اوعى تقولي ايه اللي سمعته. ليه امال؟ ده نغنى واحد في الناس. حاسب يا عمدة لا تفرقع. واو عم ارجع ليه؟ ارضي وراحت مني. ايوه. اوه هتقول ايه؟ شايف الجنتلمان دول؟ ايوه شايف. اتصلوا بالبنك اللي عمل البروتيست وخد منك فلوسك واعتبروها مجرد ضمان لسداد الديون اللي على الارض. والارض ما اخدهاش. الارض هتنزل المزاد يا عمدة. مزاد مزاد يعني اللي يدفع اكتر ياخد الارض يا عمدة. يعني ايه؟ يعني التمن الاساسي اللي هنزيد عليه على ارض يا عمدة زي ما قلت لك 40,000 جنيه. يا تدفع يا تسحب فلوسك وتطلع من المزاد. ناقصك انت كمان. يلا وين وراي وراي يا شيخ الغفر لما نشوف المصايب اللي عملوها دي. مع السلامة يا عمدة. ما قلتش يعني. هتستغرب ليه بس يا كابوي؟ معلش ما كنتش اتصور ابدا ان ولدي هو اللي هيضحك على دجني ويخدعني. ما عشت ولا كنت عشان اخدعك انت يا ابوي. انت يا ود مش هتقول ان الفلوس اللي في جيبتك دي من واحد صديقك وده كبر؟ هو صح يا ابوي. والاخر تطلع من الجد مش ده؟ وماله هو الجد ده مش اخ وصديق ومتربي معاي وانت بذاتك اللي مربيه زي ابوه الله يرحمه مرباني؟ ما قلناش. يبا ولد اكابر ولا؟ يا ويد يا ويد انا عايزك تفهم مليح. افديه فهمان مليح يا ابوي. انا والجد شخص واحد. وانا كنت عوديك المدرسة وعلمك عشان في الاخر تطلع ولد ليل من مطرد الجبل. اول هام ابوي خلينا ورا الحق. ياه الجد ولد ليل سيرتك دي يا ولد. من الصالح باللي هيقولوه الناس. كيف يا ولد من الصالح باللي هيقولوه الناس واحنا عايشين وسطيهم يا ولد؟ يا ابوي الناس بتغلط حتى في الاولية صح ولا؟ وبعد هالك بقى يا ولد متولي. تاني هام الجد من مطرد الجبل. سمعناش يوم انه قتل ولا سرق ولا نهب ولا افترع الغلابة؟ ايوه فداي انت صح. تالت هام وبربا دي ما تعرفهاش يا ابوي الجد هياخد اتوات من العمدة ونصيف بيه وبربا من خلق تانية ما نعرفهاش. بس الجد عارف يا ولدي فتح بيوت ناس كتير. واحلف يمين الله انه ما يعرف بيوت خلق منيهم هيروحوا لها من وين. اباي امان هيساعدهم كيف اما ما يعرفش طريقهم؟ ناس تعرفها مليح ابوي وتعرف معدنه عشان كده توقفوا معاه في الخير اللي حكيت لك عليه. وكل الحكايه واللي حكيتها داي عشان تحامي عن الجد ولا ايه؟ من دون غرض يا ابوي. ايوه صح. هو سلفني 200 جنيه وحلف يمين الله ليكون معاي المه لحد المحصول ما يوفي الايجار واكل الرجاله واللي فض يسد الدين. ايوه بس اني لا مضيت ولا بصمت على عقودة الايجار مع العمدة. ولا يهمك
بسك الإيجار والناف دبعون الله. وانت عتضمن العمدة يا ود؟ اضمن الجد وكلمته اللي عتفوت على رقبة العمدة ذات نفسه. والله ما كنت هتزعل منه كيف لما كان عيحام عن اختك شفيق؟ كنت متضايق يا ابوي، بسك فرصة البورصة والسنديك علمتني كيف اولي ضهري للي ما يطعموش. يبا صح، اتعلمت من الدقة دي مليح يا ولد. العشاء يا عم ابو متولي. قولي لي يا بنت، اخبار شفيقة ايه دلوقتي؟ شفيقة يا عم العشاء بايديها يا عم ابو متولي. يعني قامت من فرشتها؟ عشان تعرف قد ايه هتحبك يا عم ابو متولي، قامت وساعدتني في العشاء ليك مخصوص. واه، عشاء مخصوص لبوي وانا مع كل شي اياك. قلبي، حد قال لك ما تاكلش الدنيا بحالها؟ ما هي قدامك اهي، ما تاكل. اوه، لما كنتش عارف انك جدعة كنت حشيت رقبتك. بابا بابا يا كنت حر يا واد، عشان تحشي رقبتها وليه لما تبقى توقف يمينك. صح يا بنت حر معاها. قلبي هكذا بردك يا عم ابو متولي. اه ما رضياش. اه جري لك يا واد. فطت ولا ما فطتش؟ ده معلاش شيء، الصباح رباح يا ويد. زونا اللي عتنعك زي غراب البين. أباي طب ده حتى صوت شميلة أحلى من صوت اليمن ملكت على الصدر. تشكر يا ست نجيدة. قدم يا شفيقة وانت يا جميلة، خليكوا دوما قدام عيني. قلبي خايفة. يا ماي يلا يا بنت النوبر كفى المضروب الحلى زونا. يلا 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 قدامي. يلا قصري يا بريتسا. يلا نجع بالقبيل بتاعه. يا نهار مش فايت، يبقى صح اللي قالها عشية على الأرض وعلى المزاد وعلى البنك. يعني عند حق لما طقت عليك الباب طخ 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 ولا لا؟ ايوه عندك حق. انما قل لي. اقول كان وحدين في القبيل ولا مع حد؟ فاتت عليا دي. طيب كان طالع على السرايا بتاعته ولا على حضرة المأمور في النقطة؟ لا وفاتت عليها دي. طيب كان الكوبين بتاعه وحده ولا فيه كوبينات تانية معاه؟ وفاتت عليها دي. فات عليك كوبين اسود ياخد اجلك، امال ايه اللي ما فاتش عليك؟ اللي ما فاتش عليا يا عمدة ان الولية نعسة والولية نجيدة والبنات جميلة والبنات شفيقة بالتابو متولي، الاربعة دول ركبوا الحلزونة اللي مدلية على المدرية. يبقى عملها ابو متولي. عمليها يا عمدة؟ يعني لو قلت لك هتفهم ايه؟ لا امال عايزني اقولها لك ليه؟
انا عارف ادي اللي بقول لك كله انت انا اقول لك واقول لك فوتها دي السنه خلاص ما انا افوتها افوت انت كماني يلا روح سلم الدرك وبعدين تجي لي رمح عشان نشوف المسألة قبل ما تتخبل فوت كمان فالكم اتفضل يا ساعة البير ايه اللي كانك فاضلت دلوقتي ما مالك يا ساعة البير وياك ديوك ما يصحش تطرد خدام من خدامينك قدامهم هيقولوا ايه؟ مش هيقولوا حاجة سدر ما يعرفوش عربي تبقى مصلح انهم ما يعرفوش عربي عشان لما اقول لك انا جاي ليه ما تبقاش فضيحة قدام الادانب فضيحة؟ فضيحتين ولدك متجعمز هناك ما قدرش يتحرك ايه ده؟ ايه اللي جابه هنا دلوقتي؟ عشية وعطيته من الصنف نبتين دلوقت وانا فاهمين إذا سليبينج غبر دلوقتي في أي دقيقة أنا قلت له من الصبح يرقد في فرشته مرضيش قال عايز بوه ملعون أبوه شوف الرجالة يغوروه أنت فاهم يقول إيه؟ وعلى إيه الغارة والغوار يا نصيب ديه ما كل واحد ياخد حقها بالمعروف أنت إيه اللي جايبك في الفجر كده يا عمده؟ ما تأخذاش يا بيه ما انت طيرت النوم من عيني قلت اجي اتحدث معاك وبعدين اروح انام نعم هاي زي دلوقتي فلوسي يا بيه فلوسي ما فيش غيرها ل4000 جنيه وعاود بس انت دخلت بيهم المزاد يا عمدة واخسر اظن كملهم 40000 في ايدي وانا رس المزاد عليك ومنين يا بيه يبقى تخسر يا عمدة لا أحب على يدك يا صبيت إيه؟ مش كنت قبل كده بتعرف تقول لا؟ إيه لا 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 أقولها كيف لا دي لا ما كنت بتقول ها 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 طيش عمودي هيافي ما تدقش علي خلاص فلوسك هترجع لك النهارده مشتكل يا سيد الناس بس على شرط شروطك فوق راسي من فوق تتنزل لي على الارض اللي خدتها من ابو متولي اديتها له ايجار لكن تديها لنا ملك ليه ما لان ابو متولي راجل ضعيف مش هيقدر يعمل حاجه لما تتاخد ارضه منه الضعيف تاكله الغلال فهمت ايوه بشك هيفضل راكب الارض بالاجاره اللي اتفقنا عليها برضه كام يعني 100 جنيه للعشرين فدان طول السنه اتنزل لي عنها وبعدين انا هبقى اتصرف ويا ابو متولي ويا الجن بكل الوانه اللي تشوفه اتصرف على راحتك المهم عندي ان فلوسي تعود لي تاني خلصنا سيبني بقى اشوف ضيوفي دلوقتي حاضر يا نصيب بيه فضك من اللي انت هتفك فيه دلوقتي يا ولد وفضت نادم الرجاله اجمع لرجاله النجع كلها تهنه دلوقتي لا يا ابو متولي باي انا عارف اللي هتقدر عليه من السكاد يا ابو متولي وده يضيقك فيه عادي يا عمده اديك قلتها بعظمه لسانك انا العمده واللي هتعمل اهداه ما يخلينيش عمده العمر كلاته وانت ما تخافش الا على العموديه وخلاص قلت لك انا في عرضك ونعمل ايه عادي يا ولد افضل نايم بديل حد نصيب بيه ما يفوت بسكينه الحامي عرقبتي دي حاجه تطير النوم من العين كماني اترجاك يا ابو متولي ان كان عليك انت من دون ما تترجى لكن علشان الكلب دكاي ما قالها من ورا قفاي قسما عظما لازما اربيه قسما يا ابو متولي طلعت خلاص يا عمده وما ترجعش تاني ابو متولي اقول لك ايه يا هادي عمده الزم دوارك ومعايزش غفير بنمر اليوم كلاته يطلع برا دوار العمودية طيب عشان خاطر جناب البيه المأمور اللي كل حداك عيش وملح اطمن يا هادي عمدة عشان خاطر الصداق اللي بيننا والعيش والملح وهو ضيفنا كمان ومأمننا ما حداش هيمس الضاف الرجلة
لا هو ولا حدا من عساكره، بس بشر اشرط على مزاجك يا ابو متولي. يقفل عليهم باب النقطه زي انت ما تقفل عليك دوار العموديه انت والغفر. استر يا رب، استر على عيوحصل بنات. صايم في صايم. ايه ده انت؟ هريدي ابو متولي نصيف. ايه كده هو نصيف حق؟ ايوه، عشان تعرف اني مش ضعيف يا ولد. والعمده لحق ينقل لك الكلام. بس ما لحقش نقول لك الحكمه اللي انا عايش بيها. حكمه ايه بقى؟ الحكمه اللي ما تعرفهاش يا ولد، زي الحق اللي ما تعرفوش برضك. حق ايه اللي ما اعرفوش برضك؟ فوتنا من حقوق الناس. قل لي يا ولد، هتعرف حق بلدك عليك؟ طبعا اعرفه. لو تعرف حق بلدك عليك صح ما كنتش اتعاملت مع الدول. وما تعملش مع دول ليه؟ ايه مش بني ادمين؟ هم بني ادمين وانت كذب. ايه بتقول ايه؟ اترزق عد. ايه ده؟ اقول لك اقعد. اللي عاوز تقوم تقف عشان تعمل راسك براس يا ولد. اقعد. يا هريد انت جاي بالعداوه ليه؟ مع اني ضيفتك عداي في بيتي وكبرتك وعملتك احسن معامله قبل كده. ايوه بابا. وايه تاني؟ وعمري ما طلع منك الغلط ولا العيبه. عشان ضعيف يا. العفو العفو، حد يقول كده؟ امال هتقولها في غيابي ليه يا ويل؟ انا اصلي استغربت قوي لما العمده قال لي انك سبت ارضك كده من غير اي مقاومه. حق البنك وغلطتي، البنك خد حقه وانا دفعت ثمن غلطتي، ابقى ضعيف ياك؟ لا ما هو اصلا لا ابدا ابدا ابدا. ايه ما عرفش تتكلم ليه؟ عشان الحال بقي من بعضه؟ البنك خد حقه منك، هتقدر تقول له لا؟ لا ما هو الحق حق. والعمدة اشترى من البنك لينا صالح احنا عاد. العمدة بقى دي عايز ياخد البهوية. ما هو زيك تمام يا واد، عايز ياخدها من الانجليز زي انت ما سعيت ليها قبل كده. مش عارف انت زعلان مني ليه؟ انا ما ازعلش من كلب زيك لما يعوي. أنا بس جيت أشخط فيه وأزعطه علشان ما يعويش من ورانا تاني. أنت بقى حلتك حاجة عشان تزعط حد منها؟ تحب تعرف أني حلت إيه؟ إشارة واحدة من إصبعتي لأهل النجا ده كلاته واللي حواليه كماني. عارف عارف. لا تبقى أنت نصيب بيه ولا العمدة يبقى عمدة. أنا آسف لك أوي. أخلص يا واد، يا تفكرني ولد صغير علشان أجي لك لحد هنا وتعتذر لي عاد؟ لا لا، أنا بعتذر لك كمان مرة يا أبو متولي، وأوعدك أوعدك إني هستسمحك وأعتذر لك قدام الناس كلها. يبقى ابتديت تعرف الحكمة الصح يا واد. يا غبي واه انت هتقول ايه؟ اقعد يا اخي. اقعد ايه وطين ايه؟ انت اتبدلت كانك ولا ايه؟ انت اللي مش فاهم ازاي بتحدث كلامك يمين وشمال. واه مش كلمه انت قلتها لي هو ساعدني، كنت اعمل ايه؟ ما انتش عارف تعمل ايه يا عمده. ايه ما تعرفني كنت اعمل ايه؟ اولا تحط ايدك في ايدي ونشوف ازاي هنزيع من طريقنا ابو متولي ده. وبعدين تحط ايدك في ايدي وتبطل العداوه ونقل الكلام ونشوف احنا الاثنين هنتصرف ازاي. طب ما تفهمني هنتصرف كيف؟ ما تقول. اقول لك كده. متشكرين جدا يا جناب الباشا العفو جنابك الكريم ده عني، متشكرين جدا لعفو جنابك انك تبلغني خبر نقل بنفسك. افندم لدوان الوزاره في مصر كمان؟ والله يا فندم ده تكريم ليا ان عفو معليك يشملني. ايوه يا فندم فورا. تمام يا فندم، امر معالي الباشا ينفذ فورا. متشكرين جدا يا فندم، مع الف سلامه. ان شاء الله تكون اخبار سعيده يا فندم. ايوه، تنفيذ امر بالنقل فورا للقاهره لدوان الوزاره مع الترقيه. مع الترقيه؟ انتبه ضابط عظيم انتبه.
شرف جلاب ظابط عظيم. تمام يا فندم. شكرا. قوة حرس شرف صفا. انتهى. تقدم بالشمال للامام معتادا. مارش. تمام يا فندم. متشكر حضرة الصول. انما ايه اللي هيصعد الدرباكة اللي طلعت في نافوخك دي مرة واحدة؟ من فرحتي المفاجأة يا فندم. ايوه لكن. لكن ايه يا فندم؟ دي سيرة وعشرة سعادتك لينا المدة البسيطة دي أكدت لنا شهامتك ووطنيتك. إزاي ما نفرحش بإنصافك يا جناب المأمور؟ أيوة بس أحب أؤكد لك إني ما اشتكتش ولا سعيت لأي حاجة من دي. إحنا متأكدين من كده يا فندم، لكن يعز علينا فراق سعادتك لينا. متشكر أوي يا حضرة الصول، وأنا بعتبر اللحظة دي من أسعد لحظات حياتي اللي عشتها العسكرية واللي هعيشها كمان. وإن شاء الله هنلتقي مرة تانية وهيكون على طول بإذن الله. هتتنجوز علي يا شيخ الغفر ومعيش تنفذ الأوامر؟ ده انت حاجك تفرح. لا حول ولا قوة إلا بالله. أفرح كيف يا عمدة؟ وانت عايز ندور على بيوت النجع بيت بيت أفزع الأهالي. وانت هتفزعهم ليه عاد؟ أداء الواجب الوطني هيفزعهم. ما قلناش. أمال انت ايه اللي مخوفك شخصيا يا شيخ الغفر؟ اللي مخوفني شخصيا حضرة جناب العمدة ان حد من الاهالي يروح لجناب البيه المأمور يترجاه ان يديله مهلة عشان يدفع البدلية لابنه. قوم جناب البيه المأمور يقول له ما حداش اوامر لسه، ولا يمكن حضرة جناب البيه المأمور يقول ما حداش خبر بالكائنة دي من وصله، ولا يمكن حضرة جناب البيه المأمور يجي عاتب العمدة ان هو تصرف من ذات نفسه شخصية. خلاص 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 وخلصنا. باي. خلاص سد خشمك الطين وياك تنفق. قلت سد خشمك. طه طه. طب عستأجز انا عندهم. لا لا كيف عايز استأجز انا دلوقتي؟ معلش هعطلك دقيقة واحدة يا شيخ الغفر، هسلم عليك قبل ما امشي. تمام يا فندم. حضر جلاب البيه المأمور. يا اهلا يا مرحبا. اهلا وسهلا يا مرحبا. اهلا وسهلا. شكر جدا يا حضرة العمدة. شوفوا وشكم بخير وموثقوش تخلي بالكم النجع كويس لحد ما يجي الضابط الجديد اللي هيستلم مكان النقطة. واه ضابط جديد للنقطة؟ ليه خير يا جلاب البيه المأمور؟ صدر قرار بنقلي الوزارة مع ترقيتي. يا ألف مهرابي يا ألف مهرابي. واه يا بوي، ولو ان هيعز علينا الافراج. كتر خيركم جميعا. ولو اني كنت اتمنى امر على اهالي البلد واحد واحد واسلم عليهم قبل ما امشي، لكن قرار النقل بيقول لابد من التنفيذ فورا. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. سلام ورحمه الله وبركاته. سلام سلام امان الله ورعايته هذا الامر. السلام الله ورعايته هذا الامر. الله والنور. خرج الوطن فورا فورا. عارف معناتها ايه ده فورا؟ اه سمعتها؟ اه فورا سمعتها مليح؟ ايه. وعارف معناتها ايه؟ اه فورا يعني فورا. لا يا باجم لا، فورا معناتها ان النقطة دلوقت ملهاش مأمور دلوقت. اه ده معناتها ايه؟ ده معناتها انك لازما تنفذ الاوامر اللي كتبتها لك في الورقة دي فورا. النقطة النقطة دي الوكلاء رئيس نقطة هو حضرة الصول محمود، وده مننا هو علينا. يلا غر غر جاتك البلاء وانت واللي جايك غر. تمام يا فندم، بس يعني لازم الشتيمة ليلي. اسمع اما اقولك. نعم. بطين مش عايز. بطين. طرنيخ مش عايز. بطين. غطريش مش عايز. بطين. متولي ابن ابو متولي ده اولهم. واه يا عمده ما جوعلا انت فاهم مليح. ولدك متهرب من الجهاديه وما قلناش يدفع البدنيه. مخاليص مخاليص يا عمده. ده ده يبقى يا عمده. ان شاء الله جيب ال 40 غفير كلاتهم عشان سنه بتاعك ده. يلا فوت غور جاتك البلاوي. انت ونصيب بيه اللي وزه في نفوخي غير. ماشي ما نروح نعمل اللي قال عليه نصيف الكلب ده ما نشوف اخرته. ربنا يستر. ومالك ابوي عقولها بحور قدام؟
علشان الراجل المأمور ده ولدي كان صح عيبة كبير الناحية كلاتها لو فضل معانا شهر ولا اتنين كمان. يعني مثال يا ابوي اني ما طلعش بعشاك ده يومين على بعضيهم يدي تنبيهات على الاهالي. عشان كان راجل حكيم صح رب الصداقة مع الناس وخلى المحبة تحكم قلوبهم بدل الأوامر. صح، خسارة إنه عملنا. أنت متوكد يا ولد إنه سافر علشان نقلان؟ أمال إيه يا أبوي؟ صل محمود بذات نفسه هو اللي قال لي أما نظرته واقف تشريف هو وعساكرة لجناب المأمور اللي ادلى المديرية في آخر حلزونه. ايه يبقى ربنا يلطف بعبيده في الناحيه من اليوم وطالع. امال يعني انت يا ابوي ما كنتش مقدره وانت واخد الرجاله وراح لنصيف؟ ما كنتش مقدره كيف يا ولدي؟ ده انا احترمتك في غيبتك، ما خليتش راجل واحد يرفع نبوت على نصيف ولا حدا من رجالته. اصيل ابوي مشتكر يا سمت ولدي ابعي. احنا هنفضل نحكك ده ونهمل الراجل المريض جوز نعسه وانت كمان تهمل الرجاله في الغيط من دون وكل؟ روح توكل على الله يا ولدي وانا اروح اوكل الراجل بيدي. واه فكرتني. فكرتك بيه عادي يا ولد. اقول الحلزونة اللي ادلت المديريه المقابل المعاوده من المديريه زمنتها على وصول دلوقتي. ليه امال؟ لحقت فاتت ساعه بحالها ولا ايه؟ وانا عدلها بالوكل للرجاله وبالنوبه انطلع الحلزونة. عايز تطمن اياك ان شفيقة ما صرفتش القروشات اللي معاها. تصرفهم ابوي معاها يعني كديه هم 10 جنيه. واحنا فاضل معانا كديه هم 20 جنيه. ربنا يستر. ونعم بالله يا ولدي ربك يسترها.